أقامت منظمة ملتقى الشباب في مدينة الأتارب مقهى البيت بيتكم، حيث يعيد هذا المقهى مشهدا غاب عن واقع السوريين خلال الفترة الماضية، وهو بمثابة متنفس للأهالي المهجرين والمحليين. من خلال لقاءات وجلسات تعارف تضم العديد من النشاطات الاجتماعية والترفيهية، يهدف الملتقى إلى دمج الأهالي المهجرين بالمجتمع المحلي وتعزيز العلاقات ما بينهما. نتابع. دعينا لحضور مبادرة من منظمة ملتقى الشباب، هي عبارة عن مباراة، وحضور رائع صار، واجت كثير شباب والكل مبسوط، وجمعة شباب كثير حلوة، نحن انحرمنا منها كل السنين وبحاجة إلى، ونتمنى يكون في هيك مشاريع كثير تجمع هالشباب مع بعضها. أو كمضاف عند المجتمع، احترم ثقافتك. شخص من الأشخاص المهجرين في أي مجتمع من المجتمعات ليتقلد مكان. الحقيقة اليوم كنا بندوة حوارية مع أهالي الغوطة، كثير كانت رائعة البركة، ووصلنا ل تقاطع وجهات نظر رائعة جدا، تبين بالأخير أنه عاداتنا وتقاليدنا واحدة، نحن أولاد بلد واحد، أمورنا بخير، ونحاول نحن دائما بريف حلب الغربي نحل إشكاليات كل الأخوة المغتربين اللي مهجرين من مناطقهم في المناطق الأخرى. نحن مهجرين الغوطة الشرقية، اليوم حضرنا ندوة مع بريف حلب الغربي مدينة الأتارب، وحكينا عن مشاكلنا وعن أوضاعنا المحلية، طبعا تعرفنا على العادات والتقاليد وتعودنا وكأنه قاعدين ببلادنا، والحمد لله رب العالمين وأحسن. بنتمنى على طول تصير هيك ندوات لانه بنستفيد منها وبنتعرف على الناس اكثر واكثر. والله انا كنت مشان يعني والله وحده، يعني ممكن لاي حدا يعود، ولكن نحن في منظمه ملتقى الشباب مدينه الأتارب اطلقنا مشروع بعنوان مقهى البيت بيتكم الثقافي والاجتماعي، اللي بيحتوي على العديد من النشاطات، اهمها الجلسات الاجتماعيه التعريفيه اللي بتعرف بكل المجتمع، طبعا المجتمعات اللي تهجرت من كل محافظات سوريا. الهدف من هذا المشروع كان هو لدمج المجتمعات اللي تهجرت من كافة محافظات في سوريا لمجتمعاتنا هون، وعشان نقوي روابط الاجتماعية. 4 سنوات كنا مستبعدين السكر، مستبعدين الملح، مستبعدين الزيت. إلى موضوعنا الآخر، أدى الممثل السوري سليم شريقي العديد من الأدوار المسرحية الرئيسية باللغة الألمانية في النمسا بعد فترة قصيرة من وصوله البلاد، حيث حظيت بحضور لافت من الأوروبيين. كما ألف شريقي عددا من الأعمال المسرحية باللغة الألمانية، منها ما يدور حول أسباب لجوء السوريين إلى أوروبا، ومنها ما هو كوميدي. نشاهد هذا التقرير. لا شك انه وقت اللي ابتدت الثورة كان في مجال كتير لإلي ولغيري انه بس نقول ايه وكلنا موجودين معك والى اخره، لحتى نشتغل بطريقة غير عادية، نعمل اشياء جميلة كتير على اساس يعني انا اخترت كون مع الشعب. انا فنان سليم شريقي، انا من سوريا، من اللاذقية، متزوج، عندي 4 أولاد، جيت لهون على النمسا من تقريباً 5 سنين ونص. لما وصلت على النمسا انفرزت على قرية اسمها أونكن، قرية كتير بعيدة وهي ضمن جبال القلب. تعرف على مخرج اسمه راينهولد تريتشارد، هو رئيس مسرح إكسي، اشتغلت معه عمل اسمه الجرة المكسورة، أعجب بشغلي فتابعت معه، بعدين استمريت مع هي الفرقة، وتقريبا اشتغلت مع الفرقة شي 15 عمل يعني، منهم باللغة الألمانية ومنهم باللغة العربية. مسرح إكسي يعني هو فولكس تياتر، بمعنى مسرح شعب، فاشتغلت كثير من الأعمال العالمية اللي مثل جوليفرز رايزن، رحلات جوليفر، ولا سوما ناخت سراوم اللي هي حلم ليلة صيف.
اشتغلت عمل اسمه جوكلا ميرخن، هو فانتازيا شوي، كمان كان دور اساسي في العمل. كل هاي الاعمال في اللغه باللغه الالمانيه، بس قدرت انا بالتعاون مع مدير الفرقه وصاحب الفرقه المخرج راينهولد تريتشارد انه دخل اغنيه عربيه في كل عمل انا اشتغلته. فحسيت هو انه كثير كثير حابب هذه الفكره انه يكون في شيء عربي دائما موجود بالعمل الالماني او العمل اللي باللغه الالمانيه. بلحظه من اللحظات انا فكرت انه انا كفنان لازم يكون كمان لي رساله اتجاه وطني. حسيت انه لازم الاوروبيين يعرفوا شو هي سوريا وليش اجوا هي الناس كلها بهالاعداد الهائله لاوروبا. فالفت عمل اسمه وسط الدنيا بالالمانيه ان دي ميتا دير فيلت. لاقى كثير نجاح وحضوره اغلبه كان من النمساويين يعني. فعرضت كمان بالمانيا بمهرجان المونودراما بالمانيا بميونخ، كمان الحضور كله ألمان. عرضته بفيينا، عرضته بسالسبورغ، بأماكن كثيرة يعني. هذا هو السلاح اللي أنا بقدر أتعامل معه، حركتي على المسرح، قلمي شو بكتب تجاه وطني، هذا هو المهم بالنسبة لي. بعدين كمان لازم تعرف الشعوب الأوروبية إنه نحن ما بس بنكتب مأساة وبنكتب عن حالنا يعني. فكتبت مسرحية اسمها شبيغل، انعكاس أو المرآة. هو عمل نفسي كوميدي، كمان لقى نجاح كتير كتير. كنت حس بأنه الجمهور متعاطف معي كتير كتير ومبسوط لأدائي يعني. وهذا من جديد حسيته كونه أنا بأوروبا يعني، أنه الشعب مختلف، عادات وتقاليد مختلفة، كل شيء يعني. بس كان كتير كتير مشجع لإلي، وحتى أنه كتير من الجمهور كنت تشوفه بأغلب المسرحيات اللي أنا كنت أشتغل فيها يعني. حكي ميديا بعد الفاصل، كونوا معنا.